والضحكة اللي من القلب ديما معاكم وزيرة التفائل مع أنتي وبرجك. اليوم نبدأ ببرج الحمل. يا برج الحمل اليوم تحط النقاط على الحروف، مبالغ مادية جايتك، رزق مالي، ورد بالك من المواجهات مع زملائك في العمل. الحبيب يحب منك التزام، حاول باش تكون ملتزم في عائلتك ومع شريكك العاطفي. يا برج الحمل، الثور اليوم نهار كبير، يوم نهار نشاط وهمة خاصة في العمل، وعندك تصحيح الأخطاء قديمة يا برج الثور، ومرحلة جديدة عندك باش توصل لك إيميلات، وعندك احتفال بعقد جديد أو ترقية. اليوم يوم الاحتفالات يا برج الثور. ندخلوا الجوزاء. الجوزاء بشارة خير، استبشر اليوم بالخير. تواصل مع أشخاص ذو علم وإلا أشخاص عندهم نفوذ باش يعاونوك أو أنت بحاجة إلى ذلك. توقع اليوم بالذات دخول توأم روح أو توأم شعلة في حياتك، وهذا الشخص مختلف عليك، كم في البلاد، كم في اللغة، كم في الأصل، كم في العمر. يا برج الجوزاء، السرطان اليوم نهار كبير، اليوم ربح مادي، انتصار في موضوع قانوني، وعندك بيع وشراء واخذ وعطاء، قد تغير سياره او صيانه سياره او تغير وسيله نقل، وكلها اشياء ايجابيه ليك انت يا برج السرطان. في الحب انت نجم اليوم، وعندك الكثير من المعجبين والمعجبات يا سرطان. ندخلوا للاسد. الاسد اليوم الأسد عرض الزواج أو عرض العلاقة جديدة، ونسبة كبيرة تكون جدية، وخاصة باش يوصلك العرض هذا والخطوة هذه على طريق تواصل اجتماعي. نشوف كلمة تهنئة وكلمة مبروك إن شاء الله ليك يا برج الأسد. تسوية لأمورك المالية وتسديد الديون يا أسد. هذرا اليوم الحق باش يرجع لك، حقك باش يرجع لك. عندك دفوع اكثر من الخروج. ياسر دفوعات ودخول وخروج متاع فلوس. ما تكونش حاد في التعامل مع افراد عائلتك، ومفاجاه باش يفاجئك بها الشريك العاطفي. عندنا الميزان، عرض العمل وتغيير من عمل إلى عمل. نشوف اللي ممكن زادا سفر ضمن العمل أو تنقل بسبب عمل باش يكون إيجابي. تحسن بعد سوء تفاهم مع الشريك، اليوم تحسن ونقاش باش يكون أهدأ من اللي كان ليامات الفارطة. حاول باش تكون دبلوماسي. الميزان يوم الإبداع والتأثير علق والمرح. نشوف اللي توقع يا ميزان عودة حبيب من الماضي، وكن متفهم أكثر لأطفالك ولأخواتك، فما يلزمك مرونة في التعامل مع أفراد عائلتك، وخبر صار باش يوصلك على الميل يا برج الميزان. والقوس اليوم، القوس يلزم توازن أمورك وتجنب الجدال يا برج القوس مع زملائك في العمل. قد تتعرف على شخص عنده شأن كبير أو أكبر منك في السن، والمعرفة هذه تنجم تكون عاطفية كما تنجم تكون صديقة. نشوف اللي عرض جيد العمل للناس العاطلين عن العمل، وعرض إن شاء الله الشخص من الخارج اللي كنتي. انتبه من ضياع أغراضك اليوم يا برج القوس. باش نمروا للجدي. الجدي وما أدراك ما الجدي الترابي اليوم. الجدي عنده اتصال وتواصل، وعنده حب كبير ممكن، ومرحلة أو فترة متاع حب، حاول ما تتحدش فيها شريك. والحب الكبير هذه الغير المرتبطين، وعرض العمل الجديد للناس اللي تبحث على عمل، وقد تصلك أخبار سارة من أحد أقاربك، طاقة شفاء ليك أو لأحد أقاربك من عائلتك. الدلو
أكثر حاجة صمت يا دلو اليوم وخاصة مع الحبيب وشريك، أعطي فرصة لنفسك وطاقة توأم شعلة أو توأم روح. رتب أمورك المالية، يلزمك تنظم وترتب أمورك المالية. يوم مميز جدا للقاءات. الحوت عندك تغيير وعندك صيانة في منزلك وعندك تغيير الديكور في العمل، عندك عتاب من أرباب الأعمال ولا تأخير في العمل، لكن مش بضرورة حاجة مش إيجابية. أنت بحاجة إلى حوار مع الشريك، وأنت بحاجة إلى راحة واستجمام في اليوم يا برج الحوت. وتطلع فير، تهبط فير، تخفق في جناح التير، اللي يحبه ربي هو اللي يصير.